احنا اليوم في هذه الندوه الصحفيه غنعطيو الانطلاقه الرسميه للمؤتمر اللي غادي يكون في فندق موكادور يومه 16 17 و18 نوفمبر المقبل. هذا الموضوع يعني الرقمنه كتجي في تناغم تام مع الاستراتيجيه المغربيه 2030 رقمنه 2030. الهدف من هذا المؤتمر هو الرقي بميدان والمجال الإعلام بصفة عامة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأيضا توظيف تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي أو كل ما هو واقع معزز لإن شاء الله الارتقاء بالإعلام وأيضا الارتقاء بالصورة اللي كيسوقها المغرب وطنيا وأيضا دوليا. اليوم كنحضروا في هذا اول ندوه في شكل مؤتمر دولي حول التحول الرقمي في مجال الاعلام، وهذه فرصه باش الاعلام يطرح الاسئله ديالو والتساؤلات ديالو على مستقبل الاعلام ومستقبل الصحافه في ظل الذكاء الاصطناعي في ظل الانتقال الرقمي، لان ما بقيناش كنتكلموا على التحول الرقمي تحول السلحفات، الان الانتقال فالامور كتمشي بواحد السرعه فائقه، اما غادي تبقى شاد الركب ولا غيمشي عليك الركب. لهذا الامور ولات جديه وكل قطاع خصو يجمع راسه بما في الكلمه من معنى. الهدف من هذه الندوه على حسب المضامين اللي والموضوعات اللي غادي يتم الحديث عليها، هي اولا دراسه الوضع، ما يمكن تغييره، ما يمكن تحسينه، ما يمكن العذول عنه او نسيانه، لان ما بقاش يتلائم مع بيئه الانترنت، لان بيئه الانترنت الان اصبحت مبنيه على الشموليه والمجانيه، فالبيع عملية البيع والشراء والنماذج الاقتصادية في مجال الإعلام تغيرت بتغير بيئة الإنترنت ودخول الذكاء الاصطناعي الآن، ولا هو قطب الراحة وهو السؤال العريض اللي حاروا فيه القطاعات الأخرى، لكن أنا على يقين أن قطاع الصحافة غادي يستغل أفضل استغلال هذه التكنولوجيا الجديدة ديال الذكاء الاصطناعي، لأنه مبني على المضامين. فالآن نعيش مرحلة المجتمع، ما بقيناش مجتمع المعلومات، مجتمع المعلومات ولا صفابور، ما بقاتش كهدف في حد ذاته، لأن كل شيء اللي بغى يسول لا في مجال الطب لا في مجال الفلاحة لا في مجال الطاقات المتجددة، كيلقى كل شيء في مجال التخصصات العلمية والأدبية، كل شيء موجود في الانترنت ومجانا. إذن ما هو دور الإعلامي؟ دور الإعلامي وهو صناعة محتوى مضامين جادة ومجدية.